بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أحبابنا الكرام، طبتم وطبت أوقاتكم بكل خير، وتبوأتم من الجنة منزلة. وهذا مجلس جديد من مجالس دبلومة الحديث الشريف المعتمدة رقم واحد، ومع موطئ الإمام مالك رحمة الله عليه، المتوفى سنة 79 و100 من هجرة الحبيب عليه الصلاة والسلام، وأيضا مع بعض الشذرات والفوائد من شرح إمامنا الزرقاني المتوفى سنة 22 و100 و1000، 11 22، عشان تحفظها سهلة جدا. الإمام الزرقاني، الإمام محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني رحمة الله عليه، وشرحه من أعظم وأفضل شروح الموطأ. أما يعني الشرح الصوتي، يعني هذا كلامه يأخذ بعضه بحجز بعض، والشيء بالشيء يذكر. أما أفضل الشروح الصوتية فتستفيدها من شيخ شيوخنا العلامة الشيخ عطية سالم المصري، نعم. المدني المصري بلدا، المدني إقامة ومماتا فيما أعلم والله أعلم. نعم. الشيخ عطية سالم لو تعرفه، شرح الموطأ شرحا مستفيضا، ومكث فيه سنوات طوالا، سنوات طوالا أو سنوات طويلات، نعم، في مدينة الحبيب عليه الصلاة والسلام. موجود الشرح، وأيضا هناك من يعني وضع له تفريغا، تفريغ كتابي، نعم، موجود، تجد هذا كله موجودا في النت بفضل الله سبحانه وتعالى. والتقيت بأحد طلابه هنا في تطوان، وكان يعني يكاد يبكي من الحديث عن الشيخ عطية سالم، يقول والله الشيخ شرح الكتاب ما شاء الله. نعم رحمه الله ورحمة وسعى رحمه الله، وجمعنا به في الفردوس أعلى مع حبيب صلى الله عليه وسلم. وأيضا الآن من المعاصرين الشيخ الكمالي هنا في الكملي، سعيد الكملي، نعم، الشيخ سعيد الكملي، دكتور سعيد الكملي جزاه الله خيرا وحفظه الله، نعم، وهو مجتهد جدا، ويلقب نعم. بالحافظ، وهو فعلا حافظ، نعم، حافظ الأحاديث، حافظ القرآن، حافظ القراءات، ما شاء الله، نعم. اللهم بارك، نعم، زاده الله علما ونفعا وخيرا، آمين يا رب. نعم. طيب، وطبعا لا يخفى أن كل إنسان ناجح له أعداء، فتجد لا يخفى عليك، تجد من يطعن في الشيخ عطية سالم، ستجد من يطعن في الشيخ الكملي، ستجد من يطعن في الزرقاني، ستجد. لماذا؟ لأن الغالب في هؤلاء الطاعنين أنهم حساد، نعم، يعني لم يستطيعوا أن يصلوا إلى ما بلغه الشيخ من العلم والفهم، نعم. قد التف الناس حولهم واستفادوا من علمهم ما شاء الله، فيوم يعمل إيه؟ يطعن، لك ايش هذا، وهذا عالم وهذا مش عارف. امال مين العالم، حضرتك؟ لا اله يا ايها الطاعن. نعم. سبحان الله. طيب، خلينا ندخل الموضوع على طول، قد وصلنا الحمد لله. نعم. فنحن نعاني منه مولانا هنا في هؤلاء الذين يطعنون في الشيخ سعيد الكملي، نعاني منهم ونسبع منهم. كثير. انا كنت ارجو والله ان احضر له في الرباط في مسجد السنه، ولكن ما تيسر لي، تعرف أنا في تطوان، وأيضا ولكن تابعت بعض حلقاته، وما شاء الله رجل يتكلم عن العلم وعن الفهم، نعم. ما شاء الله، وحتى هو يأتي إلى طنجة هنا كل أسبوع تقريبا كما أخبرني أحد طلابه، فما شاء الله هذا شيء طيب. يعني افرض أنا مش هحضر وما عنديش وقت، ما أطعنش، لا أطعن، رجل عالم، أنا ليه أطعن فيه؟ إيش أستفيد؟ ماذا أستفيد؟ رغم ان احنا يعني يعتبر في السن يعني في تقارب، مش معنى ان افرض هو اصغر مني كمان، ايه المشكله؟ عالم، نعم، عالم، رجل عالم فاضل. المشكله بتجد بعض الناس لا، فلان اصغر مني واعلم، فلان مش عارف معاصر لي ويفهم عني فلان، فتجد الحسد بيض. الله اكبر. وانا نعم. فيما تاملت، وفي يعني رساله عملتها في هذا الشان، اللي هي علاج الحاسد نفسه أمرض من المحسود، نعم، تبالك، إتحاف المكدود
بعلاج الحاسد والمحسود. فالحاسد مريض ويحتاج إلى علاج، وأهم علاج يعالج به الحاسد أن يعلم أن هذا فضل الله وهذا عطاء الله سبحانه وتعالى، وأن الله قسم الأرزاق، وأنه أعطاك أيها الحاسد ما لم يعطي المحسود، وأعطى المحسود ما لم يعطي الحاسد. فهمتني يا شيخ مهجور؟ ابتلاء مولانا، ابتلينا بهذه الذل، يعني بهذه الشرذمة حقيقة، يعني وهذه الشرذمة هي التي تدوخ الأمة الإسلامية الآن. ماشي، حقيقة هي هذه سوسة، نعم سوسة ابتلينا بها، ولا ما علينا إلا الصبر والمواجهة بالعلم فقط. تمام. يعني فنستطيع أن نفعل أكثر من ذلك، لا نستطيع إلا أن نواجهها بالعلم، وبالعلم، وهذا هو والبيان، ويعني والتسلح بعلم، هذا هو يعني هذا هو السلاح الأقوى يعني للفتك بهذه يعني هؤلاء الذين يريدون أن يشوهوا الإسلام. يعني احكي لي أخ مولانا، احكي لي أخ، الشيخ اللي ذكرته أنت، الشيخ حمو، يا ربي يبارك في عمره، الشيخ حميدته، يعني وعنده حميدتو، تفسير جليل. يعني الشيخ حميدتو اعرفه يا شيخنا الدكتور عبد الهادي حميدتو، صحيح؟ هو مش اسمه حميدته، اسمه اسم آخر، عبد الهادي كي كذا، لكن لقب بحميدته. نعم، وعنده تفسير ما شاء الله جليل ما شاء الله. في 30، يعني أوصيته عليه من المغرب، ما جابوه ليش، يعني نادر عزيز هذا الكتاب. اللي هو لعلك تقصد كتاب قراءة نافع عند المغاربة؟ لا لا، التفسير، تفسير القرآن، ما شاء وكتب الله. فيه، جمع فيه كل، يعني سبحان الله، حتى الأنصاص، وحتى ما يعني شاء هذاك الله. في المغاربة يسمونها الأنصاص، أنت ايوه، يعني عارفها. نعم، ما شاء الله. تابعت لك الأخر مع الشيخ عبد الله بن عايش، عبد الله عايش، تابعت نعم. لك الفيديوهات، قرأت، نعم، سبحان الله. كنت تسأل عن الأنصاص. نعم، فلا، مش زينب، الشيخ شيخ بن زينب، نعم، شيخ الدار كنت البيضاء. تسأله. نعم، تماما، تماما. لأن الغالب من الأنصاص في كان في مشرق، في هناك شيخ اسمه دريد، إبراهيم دريد الموصلي، نعم، ايوه، عارفه الشيخ دريد. نعم، كتب كتابا في هذا، ما يسموش الأنصاص، يسموه اللهم صل وسلم، يعني هو جمل باش يفهم الآخر، يعرفونه. فهذا عنده، كان عنده ابنه، لأنه أصولهم من أكادير هم أظن، فكان عنده، كان ابنه يحضر الدكتوراه في المدينة المنورة، وكان يعني سبحان الله، يعني حصار ولا يعطيهم الكتب الذي يريدونها. وسبحان الله، وقال لك، قال لك دائما دائما إذا لم تسب العلماء وتسب الناس لا يعطونك الكتب. الله أكبر. قال لك فترك الدكتوراه هناك، رجع إلى بلادي وأكمل الدكتوراه، وأخذ الدكتوراه وتخرج، وهؤلاء الذين يسبون لا زالوا يسبون، ولا زالوا في نعم، مقاعدهم وكراسيهم. الله أكبر. الذين منعوا عنه الكتب، من الذين منعوا عنه الكتب حتى يسب العلماء؟ في المكتبة، في المكتبة هناك، في المكتبة، إذا لم تسب وتطعن كذا وكذا لا يعطونك الكتب ولا يعطونك المحل. لا حول ولا قوة إلا بالله. مصيبة، مصيبة. ورجع، هذه حكى لي أخ يعني هنا أعرفه، فهو إمامنا أعرفه، فكان عنده أخ، إخوته، كان جالس مع إخوته مع هذا الشخص، ابن عبد الهادي حميد، ايوه، نعم، هو ابنه الدكتور وأخبره، حسن. نعم، أيوة، أخبره بذلك. فسبحان الله، لا يعني حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله السلامة والعافية. الله يهدي الناس يا رب. مش بعيد، لأنهم كاتوا، يعني قرأت الكتاب بتاع الآخر، كتاب يتكلم مولانا الرد على الكلب العاوي القرض، كلام هذا، يعني لا، قال هذا في كلام أصل هذا منهج، في العلماء، منهج الطعن والسب، هذا منهج يعني عند بعض سبحان الناس. الله، هذا لا يقال حتى، سبحان الله، يعني الصالحون كانوا لا يقولون حتى في الكلاب، فما بالك بالإنسان. نعم،
سبحان الله، عجيب. مصيبة مصيبة، الله يهديهم الله يهديهم. والله والله مولانا المرة اللي فاتت يعني أسمع، كنت أسمع يعني في الخليج، كنت أسمع لمدرس يدرس على الدولة في التاريخ، يدرس طلبة انت يعني هناك يعني صوتي، يعني هذا يعني هذا شرح صوتي للتاريخ، فيدرسهم على، كان هذاك المقطع على الدولة الفاطمية. لا سبحان الله، شوف مولانا، شوف أكثر من 6 دقائق وهو يلعن الدولة الفاطمية، لعنهم الله، قبحهم الله، أدخلهم الله كذا كذا كذا. هذاك التلميذ، هذاك التلميذ ماذا سيحمل في ذهنه؟ ماذا سيحمل؟ حتى ولو نحن كلنا متفقون على أن الدولة الفاطمية فعلت الأفاعيل الحمراء والخضراء، لكن كيف توصل المعلومة هذه بصورة لأخرى؟ هو سبحان الله، يعني كيف هذاك الوالد عندما يذهب إلى أبيه وأمه، يرجع إلى البيت، ماذا أول حاجة قد يقول لهم؟ لعنكم الله، نعم أول حاجة. تماما نعم نعم سبحان الله، يعني ممكن يعني الإنسان يبين الخطأ بس بأسلوب أفضل، بدل ما يلعن الرسول بارك صلى الله عليه الله وسلم قال فيك. ليس المسلم بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. نعم لا إله إلا الله محمد رسول الله الله. يهدينا صلى الله عليه وسلم. آمين. توكلنا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. قال بالضبط. إمامنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتشهد فيقول: بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمدا رسول الله. يقول هذا في الركعتين الأوليين ويدعو، وإذا قضى تشهده بما بدا له، فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك أيضا، إلا أنه يقدم التشهد ثم يدعو بما بدا له، فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم عن يمينه، ثم يرد على الإمام، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتشهد فيقول: بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمد رسول الله. يقول هذا في الركعتين الأوليين ويدعو، إذا قضى تشهده بما بدا له، فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك أيضا، إلا أنه يقدم التشهد ثم يدعو بما بدا له، فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم عن يمينه، ثم يرد على الإمام، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه. بارك الله فيك، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتشهد فيقول: بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمد رسول الله. يقول هذين في الركعتين الأوليين ويدعو إذا قضى تشهده بما بدا له، فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك أيضا، إلا أنه يقدم التشهد ثم يدعو بما بدا له، فإذا قضى تشهده أن يسلم قال: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم عن يمينه، ثم يرد على الإمام، فإذا سلم عليه أحد عن يسار رد عليه. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر شهد فيقول: بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمدا رسول الله. يقول هذا في الركعتين الأوليين ويدعو إذا قضى تشهده بما بدا له، فإذا جلس في آخر فترة تشهد كذلك أيضا، إلا أنه يقدم التشهد ثم يدعو بما بدا له، فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله، السلام عليكم عن يمينه، ثم يرد على الإمام، فإذا سلم عليه أحد عن يسار رد عليه. تمام بارك الله. قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعض النسخ عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم.
قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن محمدا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. تمام، بارك الله فيك. مولانا، هناك لفتة في الحديث في تشهد عبد الله بن عمر، هو بسم الله بسم الله، ونحن نعرف أن عبد الله بن عمر كان شديد الاتباع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يرفض كل ما هو يعني ما لا يفعله، ما لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، أو لم يقله أو لم يقرره. فبسم الله، يعني الرواية يعني المجمع عليها أنها ليس هناك بسم الله في الأول، هنا زاد بسم الله، هذا دليل على أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يقولها من رأى. كان يقول بسم الله. نعم، هنا يقول فيقول بسم الله. نعم، نعم، هو ابن عمر في هذه الرواية قال بسم الله. نشوف ماذا قال إمامنا الزرقاني معلقا على هذا الموضوع. قال لم تصح البسملة، قال وبالجملة لم تصح لم رواية البسملة كما قاله الحافظ. وإذا قال في المدونة لم يعرف مالك في أوله بسم الله، أي لم يعرفه في حديث صحيح مرفوعا، فلا ينافي أنه قد رواه هنا عن ابن عمر موقوفا. نعم، إذا البسملة لا، ما لا نسمي هي المسألة. الشيء اللي احنا نتكلم فيه بقى اللي هو اختلف فيه، والراجح إثباته السلام عليك. نعم، البعض يقول السلام على النبي، واستمسك بها، كان الشيخ الألباني رحمه الله استمسك بها، ولكن العلماء ردوا عليه وقالوا لا، ثابت ثابت في نعم، ألفاظ بعض الصحابة هكذا، السلام عليك عليك في حياته أنه وبعد قال مماته، في نعم، حياته وبعد مماته، والآية هذا لم تأويل تنسخ، والآية لم تنسخ، واعلموا أن رحمه الله. فيكم، واعلموا أن فيكم رسول الله، فيكم نعم، بأخلاقه وآدابه وسنته وهديه وسمته ودله، فيكم، لم يقل معكم، وهو فينا في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم. وأيضا نعم، نقول له في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم، نقول له السلام عليك يا النبي. وعلماؤنا يقولون هذه فيها إشارة لطيفة جدا، كأنك يعني وأنت تسلم كأن النبي معك، كأنه يسمعك. وثبت في الأحاديث الصحيحة أنك إذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم رد تصقله. الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. نعم، ما من عبد، ولم يحدد، لا قال في صلاة ولا في غير صلاة، ما من عبد يسلم علي إلا، حديث صحيح، إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فليه إحنا ننفي هذا؟ حديث صحيحة وثابتة. فالبعض يقول لا والله عشان بس ما يبقاش في غلو وإطراء، يا عم إيش اللي جاب غلو وإطراء؟ مشاعر هذه مشاعر، هذا حب، هذا يعني خشوع لله سبحانه وتعالى، وحب شديد، تستطيع أن تقول الهيوم أو التتيم، وهو أعلى مراتب الحب. نعم، هذا إنما أقول لا، ما أقولش أصل أخاف يكون، وبعض الناس الله يهديهم، أنا بقول لك مشكلة التشدد، بعض الناس يقول لك إيه والله يعني مسألة إن أنت تبعت ورقة مع واحد وتقول له فلان يسلم عليك يا رسول الله بدعة، لا إله إلا الله،
اخي واحد بيحب الرسول وعايز لما يذهب عند الحبيب عليه الصلاة والسلام، انت هو مش قادر يروح، مش قادر يسافر يقطع هذه البقاع، هذه نعم آلاف الكيلومترات، مش قادر، ما عندوش إمكانية. نعم فبيبعت سلام مع واحد يقول له والله لما توصل وانت بتسلم على الرسول قل له فلان يسلم عليك يا رسول الله، لكن بدعة، هذا لا يجوز. ليه يا عم، ليه بدعة؟ اللهم استعان. نعم هذه مشكلة، هذه مشكلة، مشكلتنا ان احنا اي شيء فيه محبة وفيه كده ايه، تستطيع ان تقول فيه اخلاص في الحب، الناس تواجهه بعنف، اللي هم بعض الحنابلة او بعض هؤلاء الناس الذين اخذوا بظواهر الاشياء، يقول لك لا لا لا، قبل المصحف، يقول لك بدعة، تقبيل المصحف بدعة. ليه تقبيل المصحف بدعة؟ لماذا؟ هو كل شيء لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يثبت عنه بالنص انه فعله يبقى بدعة؟ لم، الرسول نفسه ما قالش كده. ما هم اصلا مولانا هم اصلا يعني الشيخ العرفج بارك الله في عمره عندما كتب الكتاب قال لهم انتم اصلا يعني هناك اشياء تفعلونها ليست في السنه اصلا، مثلا دعاء ختم القران في رمضان ختم، فقال لهم هذا لا يوجد في السنه. فسئل الامام الشيخ ابن باز رحمه الله عبد فقيل هذا يعني وجدنا عليه سلفنا فنحن نأخذ به، قالوا السلف يعني السلف هذا من بعد الإمام أحمد، ابتداء من الإمام الآخر بعد عصر الإمام أحمد، يعني أما قبله لم يكن ذلك، لم يكن هذا الشيء في يعني زيادة إدخال الدعاء في الصلاة نعم وتبقى ساعة ومش مرة تبقى 50 دقيقة، وهو يطيل على الناس، هذا مش فيه مشقة، ما بعدها مشقة على المسلمين، وكان ليتفنن ويري نفسه ويري للناس بأنه متفنن في الدعاء ويأتي من جميع أفانين الدعاء مش هذا هو، احنا شاهدناه يعني 50 دقيقة كان مولانا لأكثر من ساعة هو يبدأ. حاب تدعو ادعو بوحدك، والله تدعو لا لا بصح ما تدعيش، ان كان الناس اللي راهم يحبوا يصلي من أما منكم تدعو بالناس بصلاة فليخفف التراويح. فليخفف. ها نعم، من أما منكم بالناس فليخفف. اليوم ولات مود مولدة، يعني مود الدعاء التخفيف قول له مطلوب، تخفيف الدعاء، تخفيف في الصلاة، تخفيف، هذا مطلوب. لا حتى مولانا وجدنا الآن الناس يقول لك تعالى نصلي مور فلان لأنه دعاء ما شاء الله، ينسى القرآن وينسى الصلاة وينسى كل شيء وينسى فقط الدعاء. انا بقول لك هي فيها يعني فيها اخطاء وفي اشياء، احنا دائما لا نحب ان نذكر اسماء، واحنا لا فقط يعني لأنه بنناقش دليل ذكرت الشيخ لأنه ذكره الشيخ العرفج، يعني احنا نولي الدليل يعني فقط الشيخ مين؟ للدليل. ها؟ قلت ذكره الشيخ مين؟ الشيخ العرفج من الأحساء، قلت لك بأن الشيخ العرج كتب كتابا في مفهوم البدعة. ايوه، يا ريت لو الكتاب ده موجود لو تبعت لي صورة منه او نسخة او حاجة، إن شاء الله بس عارف. على النت. نعم يا ريت لو ممكن، ان شاء الله جزاك الله خير. فاذا المقصود يعني احنا كان نجل العلماء، نجل العلماء من كل المذاهب ومن كل أكيد الاتجاهات، لان هي معك المشكلة في ايه، خد بالك بعض الناس سيتابعون هذا التسجيل، بعض الناس بتصطاد كما يقال في الماء العكر، فيقول لك ايه ده نعم بيطعنوا يا شيخ، احنا ما بنصعدش، احنا والله انا شخصيا استفيد من الشيخ الالباني ومن العلماء من أنا كل، أتابعهم كامل مولانا، نعم من كل أنا أتابع الاتجاهات، واعتمد، وانا شخصيا اعتمد كلنا كثيرا من تصحيحات الشيخ الالباني وكثيرا من تضعيفات الشيخ الالباني، والشيخ احمد شاكر نعم والشيخ شعيب الارناؤوط والشيخ عبد القادر الارناؤوط، كل علمائنا كل علماء، هؤلاء علماؤنا، ما عندناش مذهب هذا علماء فلان وهذا كل علماؤنا لا علماء لا ما الاسلام، انت بالك، انما نحن نعم بنتكلم في نقطة، لان وكان عائبا قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم، ممكن انسان يسمع هذا نعم ويفهم، لا نحن لا نطعن، انما نتحدث عن موقف معين، وفي الغالب يكون الخطا ليس من الشيخ، نعم التضخيم هذا الخطا ليس يكون من الشيخ، الشيخ اجتهد، هو بشر يصيب ويخطئ، انما الخطا يكون من الاتباع او من بعض الاتباع الذين يضخمون هذه الاشياء،
ويبالغون فيها ويقول هذا سلفي وهذا خلفي وهذا أثري وهذا مش أثري وهذا، نفضل ندخل في دوامة في لا طائل من ورائها. بس فإذا المقصود إن أنت المشاعر إن أنت تقول السلام عليك أيها النبي، مش أي مشكلة، وهذا ثابت في بعض نعم ألفاظ الصحابة، لا ينفى ولا يقال من أجل أصل الإطراء أو الغلو، أو ملهاش أي علاقة، ملهاش أي علاقة، ولكن تسلم على الرسول. وأيضا مسألة إن أنت كما فعل أحد شيوخنا الكرام، وأنا مسافر في 2004 تقريبا العمرة، قال لي خذ هذا، خذ هذه الورقة، وأن عندما تسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم قل له يا سيدي يا رسول الله فلان يسلم عليك وكذا، وفعلت، مفيش أي مشكلة، لا إشكال ولا بدعة ولا شيء، لأن المسألة ما مشاعر، واحد عايز يبلغ السلام للرسول عليه السلام، مفيش مشكلة من قرب أو من بعد، لا إشكال في هذا. تقبيل المصحف لا إشكال في هذا، وقد روي عن عكرمة أنه كان يقبل المصحف ويقول كلام ربي، خدت نعم بالك؟ فهي مسألة هكذا. إنما الحاجات بقى اللي هي اللي فيها الغلو، والحاجات اللي فيها الابتداع، الحاجات اللي فيها زي مثلا صاحبنا هذا لما راح بدون ذكر أسماء، لما أدخلوه غرفة الرسول عليه السلام وسجد وباس الأرض، ما ينبغي يا أخي، أنت بتسجد نازل على الأرض بتبوس الأرض، قد يفهم الناس اللي بتصور ستفهم أنك تسجد للرسول عليه الصلاة والسلام، ما ينفعش، فهمت؟ ما ينفعش. فانت مسألة تقبل الارض، ان انت تقبل مكان مرة، بس فين فين ده الارض دي كام مرة اتشالت واتحطت واتبدلت واتعملت، فهمت يا شيخ؟ شوف، فمش مسألة نعم ايه نعم انا هنزل اقبل الارض، انت هل هي دي نفس التربة اللي داس عليها الرسول؟ ابدا، ده انت معاك اكتر، معاك تقريبا 1400 سنة، ألف إيه اللي حصل فيها الحريق في المسجد، واللي حصل فيها مش عارف إيه، ولما جه في العصر الأيوبي وعمل قبر جديد، عمل صون قبر الرسول صوره من داخل وعمل نعم فولاذ وعمل، وبعدين إيه، وبعدين العثمانيين، وكان الأول الأمويين، وبعدين العباسيون، وبعدين الإيه إلى أن وصلنا إلى العثمانيين، مسألة دوامة طويلة. كل من فكر إن هي نفس الأرض، هي نفس التربة، المدينة الآن مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، الآن الآن مسجد الرسول عليه السلام، شوف المساحة الشاهقة، المساحة الكبيرة الواسعة ما شاء الله، هذه المساحة هي نعم مدينة الرسول عليه السلام. شوف علماء الآثار والناس حديث المتخصصين في هذا الشأن بيقول لك الآن المدينة التي كانت في عصر الرسول عليه السلام هي المسجد النبوي الآن، هي دي المدينة، سبحان فهمت؟ ففي ناس يعني انت بتصلي مكان بيوت الصحابة، وبتصلي مكان ما شاء الله شيء عظيم، انت تمشي والله يا شيخ محجوب، اسال الله ان يكتب لك لي ولك ولكل الاحباب زياره الرسول عليه السلام، عليه الصلاة والسلام وانت بتصلي في المسجد وانت بتزور الرسول عليه السلام، بتحس ان انت يعني ايه، معقول انا امشي في هذا المكان اللي كان فيه الصحابه، انا امشي اللي في هذا المكان اللي كان فيه الرسول، مشاعر، مشاعر جميله جدا، خدت بالك؟ يعني نعم اسال الله ان يكرمنا واياكم بهذا وبهذه المشاعر الجميله عندما نزور قبر الحبيب عليه السلام ونسلم عليه. عليه الصلاة ففي اشكالات كبيره عند بعض الناس للاسف الشديد. كان في، انا معلش سامحني بطيل في هذه المساله لان مهمه جدا جدا جدا، ان البعض بيقول لك عشان ننفي الغلو والاطراء يقع في مصيبه اعظم من الغلو والاطراء، الا وهي الجفاء، نعم فهمتني؟ يعني لا نريد الاطراء، لا نريد غلو في الرسول، طيب يا سيدي ايش المطلوب؟ يوم لا، ما ينفعش ان انت تقول مثلا اللهم صل على سيدنا محمد، قول زي الصحابة اللهم صل على محمد، طيب الآن هذا السيد الرئيس او السيد الملك او كذا، ايش رأيك؟ ما اسمه؟ جلالة الملك المفدى المعظم. مولانا اي يعني ده هذا مع ملك الدنيا اللي هو بشر الإنسان، ومع الرسول مكسل تقول سيدنا، والله سبحانه وتعالى يقول لا تجعلوا بنص القرآن لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء كدعاء بعضكم بعضا، بعض إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، كانوا يقفون خلف الحجرات يقول يا محمد يا محمد، والله نهاهم عن هذا. تيجي أنت الإنسان الآن يقول محمد، هذا هو محمد، هذا محمد، كيف محمد؟ سيدنا، إمامنا، نبينا، حبيبنا، ما تبقاش عملية كده فيها جفاء. اتفضل يا سيدي. مولانا يعني باش قبل يعني ك شيء بشيء يعني نعم حابين نذكرك شيء.
يعني يعني انا احد الفيديوهات اللي يعني يعني تقريبا واحد بعض الاشهر انا رايته، يعني هناك كان شيعي وفي او في في المسجد في في المسجد او في المسجد فمجتمعين هم شيعة، وهذاك الشيعي هذاك، لا ما احنا انا اتكلم فيك على كلمة الشيعي، انا لا كلمة معلش هذه يعني من يقرأ القرآن ويطيع النبي عليه الصلاة ويؤمن بالله ويطيع النبي عليه الصلاة نعم والسلام نعم يعني، نعم ولكن فقط انا لان كاتبين تحت ولاني نحكي لك واش اه تفضل. يقرأ القرآن بصوت جميل جدا ومؤثر والناس حوله يستمعون ولا شيئا، جاءه يعني جاءه هذا العساس هذا ويعنفه ويطرده. سعودي اللي هو في المسجد النبوي. نعم، نعم. سبحان الله. لماذا؟ هل يعني يقرأ القرآن لا يفعل شيئا، دع من الحزازيات والحزازيات خارج المسجد، لكن هذا راه يقرأ القرآن، رجل يقرأ القرآن ويقرأ بصوت جميل جدا ومؤثر في الناس والناس مش حوله، أي يطرده ويعنفه، لماذا؟ جفاء جفاء نعم. جفاء. ما انا بقول لك، هي مشكله في هذا. يعني انت الانسان يا اخي، لا نحن لا نريد غلوا ولا نريد شفاء، وكذلك اجعل لكم امه وسطا. ما اظلش ابالغ في الغلو لحد ما اصل مرحله الجفاء، ما اظلش ابالغ في النهي عن الجفاء حتى اصل للغلو. لا، يعني يبقى في وسط، كما قال الامام البصيري رحمه الله: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، وانسب الى فضله ما شئت من شرف، وانسب الى فضله ما شئت من نظر، فان فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. نعم فبنقول الشيء الذي ثبت في القران، ثبت في سنته صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت مشاعر الصحابه، وكيف لما انس بن مالك يقول: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه انار منها كل شيء، ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اظلم كل شيء. يقول لك ما أكيد يعني لما دفننا رسول الله صلى الله عليه وسلم انكرنا انفسنا نفوسنا، ما ايش يعني، انت فاهمني ازاي؟ لما الانسان يدخل في حاله من الذهول يقول: ياه، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي مساله مشاعر، مشاعر المشاعر للاسف اللي هؤلاء الناس الله يهديهم، اللي هم عندهم الجفاء الشديد في محبه الرسول، ما لا يعرفون شيئا عن الرسول، لا يعرف الشمائل ولا يعرف الاخلاق ولا يعرف، يعرف بعض الرتوش كده، حاجات كده من كل طرف بشيء قليل، خدت بالك؟ ولا يعرف تفاصيل، لا يعرف شمائل الرسول، لا يعرف كيف حب الرسول، كيف كان الصحابه كانوا عليه يتبركون الصلاة والسلام. باثار الرسول عليه السلام، كيف كيف كيف. وبعدين يوم يقع في ايه؟ ان ما يبقاش في مشاعر، ما يبقاش في مشاعر مع الرسول عليه السلام، في حب الرسول، خدت بالك؟ فيوم يبدا ان هو ايه؟ كل حاجه يبدا ينفي ينفي ينفي، ويكذب ويكذب ويكذب. هذا خطا. في الطرف الآخر نحن ننكر إنكارا شديدا جدا على الغلاة الذين يبالغون في مدح الرسول عليه السلام، حتى يجعلوه هو خالق هذا الكون، وهو الذي استوى على العرش، وهو اللي مش عارف ايه، ويعملوا زي النصارى. هذا حرام 100%، وهذا شرك، وهذا باطل من كل الوجوه، ولا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول هذا. أحدهم قال هذا، مولانا قال ان الذي استوى على العرش هو مولانا محمد. تخيل، أعوذ بالله. مصيبه يعني، فاهمني؟ ومنهم 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 وكلام كثير جدا، ويقول ان الله خلق الدنيا وخلق كل الكون وخلق كل هذا من نور محمد، وكل هذا ايضا باطل، لا يصح. الامام الصديق قال هذا حديث باطل، لا. والامام الشيخ عبد الله بن صديق الغماري وهو صوفي قال هذا الحديث لا نعم يمتري طالب علم في وضعه، اللي هو أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر إلى آخره. في قواعد في العلم، ما بقاش احنا أقصى اليمين ولا أقصى هناك الشمال. قواعد مولانا. نعم. مولانا الإشكال ليس هنا، الإشكال هنا، هناك يعني هناك يعني هناك إطار معين، وهذا الإطار مولانا هناك لا يستطيع تغييرها إلا العلماء. بعض الناس الذين لم يتعلموا يريدون أن يغيروا المنكر، ولهذا تلقى عندهم جفاء، لأن عندهم شفاء، لأنهم ما عندهمش القواعد. احنا من المفروض واحد عندما يريد أن يغير منكر، إذا هذا المنكر
إذا ظن بأن ظن فقط أو نعم شك بأن هذا المنكر سيؤدي إلى منكر أكبر فيحرم عليه التغيير. تماما. يحرم التغيير فهو لا لا علاش لماذا؟ لأن الذين لم يتعلموا أخذوا مكانة العلماء. هذا هو اللي راه يعني هذا هو اللي راه يعني راه يعني أوقع الأمة يا أخي والله أنا رأيتها، وعفوا أنا مقطع، رأيتها في مسجد الرسول عليه السلام في منطقة، تقريبا في الروضة أو في قريب من منطقة الروضة، في واحد جاي يصلي في وقت الشروق، الراجل بتاع اللي هم الحرس اللي هم الأمن منعوا، قطع عليه الصلاة، قال له ما تصليش، ما لا تصليش. يوجد صلاة الآن. أنت تعرف إن هو بيصلي إيه يا أخي؟ لا إله إلا الله. وأنت تعرف هو بيصلي إيه؟ مش يمكن بيصلي الفجر. لسه ما صلاش الفجر. مش يمكن بيصلي فائتة، هناك مش يمكن نعم بيصلي سنة الفجر، وهناك مذاهب كثيرة جدا أجازت قضاء وصلاة نعم الصلاة للحاجة وصلاة، نعم قطع عليه، بقول لك شفته بعيني، بعيني رأسي، قطع عليه الصلاة وعمل له إيده، قال له خلاص انتهى ما تصليش. لا الله إله المستعان. إلا مصيبة مصيبة مصيبة. وهو ده اللي وصل إنا لله. السعودية لهذا الحال. يعني دلوقتي انت تمشي في السعودية ما بقاش عارف انت ماشي ازاي. يعني انت لو رحت نعم السعودية الآن ما تبقاش عارف انت فين ماشي ازاي، هل انا في دولة أوروبية ولا في دولة إسلامية. هتشوف المسجد والصلاة والناس تقول الله أكبر، دي بلاد الحرمين. تخرج تشوف المراقص والمسارح وبتاع تقول الله أكبر، احنا في أوروبا أو في لاس فيجاس. ما تبقاش عارف، انا بقول لك انت ما تبقاش عارف انت ماشي ازاي. مصيبة والله مصيبة، فتنة. هذا هو الذي حدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يعني الصلاة والسلام. الفتن التي ستأتي في آخر الزمان. نعم. يحار فيها الحليم تدع الحليمة حيرانة. الله المستعان. يعني خلينا نكمل، فنحن حائرون حقيقة. خلينا نعم نكمل. الله يعدي على خير، الله يعدي على خير يا إن زلمة. شاء الله. يا قال مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه أخبر أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول إذا تشهدت إذا تشهدت التحيات الطيبات والصلوات الزاكيات إلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول إذا تشهدت التحيات الطيبات والصلوات الزاكيات إلا يشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. تفضل. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات إلى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري القاسم بن محمد أنه أخبره أن عائشة زوج النبي عليه وسلم كانت تقول إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. قال مالك أنه سأل ابن شهاب ونافع عن مولى ابن عمر عن رجل دخل مع إمام في الصلاة، وفي نسخة مع الإمام عموما بقى، مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة يتشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وترا، فقال هنا، فقال يعني مين؟ ابن شهاب ونافع، نعم فقال نعم ليتشهد معه. قال يحيى قال مالك هو الأمر عندنا بعض النسخ، قال وقال مالك شهد عمر بن الخطاب أحب ما سمعت لي في ذلك لابن معاوية. قال مالك أنه سأل ابن شهاب ونافع عن مولى ابن عمر عن رجل دخل مع إمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعات أيتشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وترا، قال فقال نعم ليتشهد معه. قال يحيى قال مالك وهو الأمر عندنا. تفضل. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب ونافع عن مولى ابن عمر عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أيتشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وتر، فقال ليتشهد معه. قال مالك وهو الأمر عندنا،
وحدث لي عن مالك أنه سأل ابن شهاب ونافع مولى بن عمر عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة ما يتشهد معه في الركعة الأربع وإن كان ذلك له وتر، فقال لي يتشهد معه. قال مالك: وهو الأمر عندنا. طبعا هنا إشارة جميلة جدا إن كيف الإمام مالك تلقى العلم وكيف كان يفتي. هو لم يأتي بهذه المسائل من رأسه، نعم وهذا يدل على جلالة وعظمة الموطأ، أعظم كتاب في نعم الإسلام بعد القرآن الكريم. نعم لماذا؟ لأن الموطأ الإمام مالك أخذ وقته فيه ووطأه ونقحه ونقاه وكان فيه من الفقه والحديث والآداب ما الله به عليم. نعم والإمام مالك لم يأخذ هذه المسائل وهذه الفتاوى من رأسه، وإنما أخذها من الصحابة. نعم كيف أخذها من الصحابة؟ لأنه تلقى عن التابعين تلاميذ الصحابة مباشرة، نعم له كما ذكر العلماء ما لا يقل عن 300 تابعي تلقى عنه، وما نعم لا يقل عن 300 تابعي تابعي، 300 من التابعين و300 من تابعي التابعين، له شيوخ كثيرون، وكتب فيهم، هناك كتب مدونة في هذا، إسعاف نعم المبطأ برجال الموطأ وغيرها. وابن عبد البر لما كتب كتابين من أعظم دواوين الإسلام، كتب التمهيد وليس الاستيعاب التمهيد الاستذكار والتمهيد الاستذكار والتمهيد. الاستيعاب هذا شيء آخر، إنما الاستذكار والتمهيد. قد سألت شيخنا الكريم هنا في تطوان وهو من الشيوخ الكبار من المعمرين، هو لعله الآن بلغ 90 سنة، ابن خبزة. لا لا شيخ آخر، لا اللهم صل على حبيبي والسلام، حاول أستذكر اسمه الآن، هو دكتور في كلية أصول الدين، لا يحضرني اسمه الآن. المهم سألته، أنا كنت أرغب أن أقرأ عليه الموطأ، هو طبعا رفض، قال السن وكذا، يعني قال يبقى ممكن تبقى تزورني. المهم حاولنا أن نرتب نزور، المهم ما تمش هذا الموضوع. هو قرأ على ابن عاشور، طاهر بن عاشور، الطاهر بن عاشور هو قديم قرأ، جدا، إذن نعم قديم جدا. قرأ على طاهر بن عاشور في تونس، سبحان الله والشيخ ابن أبو خبزة أيضا قرأ على طاهر بن عاشور في تونس، مجاز منه، سبحان الله. نعم في تونس، ذهب إلى تونس وأجازني الشيخ أبو الشيخ أبو خبزة حفظه الله وبارك في عمره. هو جاري بالمناسبة، الشيخ أبو خبزة جاري مباشرة. لحظة شوف الباب بيطرق، لحظة. تفضل.
هلا وعنه وعن حفظ عنه ويفتح أمام تقوى قوم تقول في وأمين هلا وأن هلا وأن وقل بسكون القط والقطع ما يأتي لدى قوهاب يسكن المشكلة وقل بسكون القط والقطع بسكون القط والقطع عفهم ويأتي لدى قوهاب بالإيه يعني المشكلة ويأتي لدى قوهاب يعني وقل بسكون القط والقطع ثم يأتي لدى قوهاب يسكن المشكلة ولم يبقى بابها إلا ما يتوهم. حضرتك يا شيخ محجوب، معي ضيوف، انا دقائق معدوده واكون معك في ضيوف. صح ان شاء الله، خذ راحتك خذ راحتك ان شاء الله. وقل بسكون القاف والقاف ثم قل بسكون القاف ترجمة
السلام عليكم ورحمة الله. الله وبركاته. معذرة تانية يا شيخ محجوب، الإخوة عفوا. زاروني هنا من تطوان، كانوا لا بأس، لا يطلبون بعض الأشياء، كتب وما لا أشبه بأس ذلك، عليك. جزاهم الله خير. المهم، اللهم صل على الحبيب عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة. إحنا قرأنا هذا الحديث اللي هو الأمر عندنا. نعم، آه، يبقى قلنا قلت أهمية الموطأ، نعم نعم إن شوف كيف اتصال الأمر بالرسول، وكيف وعلو الإسناد، خدت بال حضرتك؟ فده شيء عظيم جدا، اقتراب. وكل كما قال البيقوني رحمه الله، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. فلما يكون إنسان يعطيك علما موثقا بإسناد صحيح قوي عالي، وفي ذات الوقت أيضا فهم راجح، وقد نعم شهدت له الأمة والأئمة بعلو قدره ومكانته، يبقى خذ منه وانت مغمض عينيك، متقلقش، نعم هذا هو المطلوب. نعم، بارك الله فيك. يضحك مولانا، هناك يعني كنت قبل 3 سنوات 4 سنوات كنت في مجلة ليون في وسط فرنسا، نعم رأيت كتابا يعني جديدا، يعني ففيه كتاب تخريج ما في الموطأ من الأحاديث، والرجل كتب كتابا في 4 مجلات في 4 أجزاء، نعم ويقول هذا حديث ضعيف، هذا حديث كذا، هذا. قلت يا سبحان الله، يا سبحان الله، واحد من القرن الخامس عشر يحكم على فحل من العلماء، شهدت له الأمة بالخير. هو اللي ضعيف، هو الشخص الذي يقول هذا ضعيف وهذا مش عارف، هو حقيقة نفسه ضعيف. والله بدأت أضحك، أنا بدأت أضحك. لا مشكلة، وهذه مشكلة. حديث شيخنا ضعيف. الحبيب الشيخ دكتور صالح العبيد حفظه الله، وهو من كبار العلماء والمسندين حفظه الله ورحاله، نعم حفظه الله ونفع الله نعم به، قد سمعت عليه البخاري نعم بفوت يسير. الشيخ الدكتور عبد الله صالح العبيد، وهو يدرس في المسجد النبوي، يقول نعم إن هذا المنهج، منهج هذا ضعيف، هذا صحيح، هذا ليس منهج السلف رحمه الله. لماذا؟ لأن أنت الآن بتقول هذا صحيح وهذا ضعيف بناء على إيه؟ يقول أنا أقصد الإسناد. طيب، وهل القارئ يفهم هذا الكلام؟ القارئ عندما يقرأ ضعيف يقول لك خلاص لا نعمل به، هذا حديث ضعيف، نعم ولا يفهم. حدثوا الناس بما نعم يعقلون، تحبون أن نعم يكذب الله ورسوله؟ نعم فينبغي إن الإنسان باش أصل هذا ضعيف أصل. ولذلك الحمد لله، منذ شرعت في هذا الأمر، قبل حتى أن أعرف الشيخ العبيد حفظه الله، ما أفعل هذا الأمر، ما أقول هذا ضعيف. هذا هو معتمد، نعم أذكره. وإذا عشان برضو الناس اللي هم إيه يتلككون كما قلت ويصطادون في الماء العكر، إذا كان إسناده ضعيفا أقول له هذا الحديث وإن كان إسناده ضعيفا فإن معناه صحيح، نعم عشان ليه؟ في حاجة اسمها شواهد، في حاجة اسمها متابعات، شواهد في نعم المتون ومتابعات في الأسانيد وتعضد هذا الأمر، والعلماء لم يوردوا هذه الأشياء. الإمام مالك إمام الأئمة وعالم الأمة لم يورد هذه الأحاديث في موطئه عبثا، نعم خدت بالك؟ والإمام الترمذي، الإمام ابن ماجه، هؤلاء الأئمة الكبار نعم لم يورد، الإمام الطبراني في معاجمه الثلاثة لم يورد هذه نعم الأحاديث عبثا. منها نعم هو لم يشترط، يعني مثلا الإمام الطبراني لم يشترط الصحة، خلاص قال لك أنا لا أشترط الصحة في كتابي. نعم فهناك أشياء بيعتضد بها بأشياء أخرى، وهناك أشياء ارجع بقى لجهابذة المحققين والنقاد لتعرف. إنما إيراد هذا الأمر لعلة، لحكمة، هو يريد إن هو يقول لك طيب خد بالك هذه القصة فيها فائدة كذا كذا، هذا الموضوع فيه فائدة كذا كذا، هذا خدت بالك إزاي؟ ما تبقاش العملية كلها إن مجرد هو يجمع الموضوعات والأكاذيب. ولذلك هناك أئمة بقى شرعوا في التدقيق في هذه الأشياء وأفردوا لها مصنفا، شفت دقة نعم العلماء؟ ما جاش في نفس الكتاب نعم قال لك لا هذا مكذوب، هذا ضعيف، هذا لا، أفردوا لها مصنفات. مثل مين؟ مثل إمام ابن الجوزي، نعم
لما عمل كتاب في الموضوعات مثل الإمام نعم السيوطي، لأل مثل الإمام الزيلعي، نعم خدت بال حضرتك، مثل الإمام السخاوي السخاوي، وهكذا أفراد لها مصنفات. يقول لك بس خد بالك الحاجات يعني، هذا مثل الزيلعي ما قال في إيه كتاب فيه مشهور على الألسنة، الزيلعي وشبيهه السخاوي أيضا نعم والسيوطي، يقول لك خد بالك الحاجات دي مشتهرة ولكنها مكذوبة أو ضعيفة. نعم حكمة، حكمة العلماء، ما نعم جيش أسود الكتاب العالم إمام عالم كبير وهم أكتب هذا الكتاب إيه، هذا ضعيف هذا ضعيف هذا، ما فيش مشكلة. أنت عايز تكتب إنه الإسناد ضعيف أكتب، بس بين إن إيه، أن له شاهد، أن له معنى، أن له كذا، أن هناك من حسنه، هناك لكن ما مولانا، حتى في كلمة إسناد، عندما تقول هذا الحديث إسناده ضعيف، هذا هكذا تعكر على المسلمين. نعم قل هذا الإسناد ضعيف، ليس إسناده ضعيف، إن هناك أسانيد أخرى، ممكن هذا الإسناد له إسناد عراقي، إسناد مصري، إسناد شامي، إلى غير ذلك، من الإسلام مدى حجازي إلى غير ذلك. نعم وعندما تقول إسناده هكذا تعكر، نعم يعني توقع الأمة في إشكال، سبحان الله، في مشكلة. يعني فممكن الإنسان يكون يأخذ بهذا الحديث، وهذا ممكن يكون هذا الحديث صحيح صحيح، وممكن عنده شواهد ومتابعة كما قلت مولانا تفضل. فعند تقول إسناده يعني تحصره بأنه هذا في إسناد واحد وأنه ضعيف. نعم تماما، الإنسان لابد أن يكون دقيقا. وأنت لو بتخاطب العلماء مثلا والناس اللي هم المحققين وكذا، لا بأس، قول هذا هذا نعم إسناده كذا، هذا إسناده كذا، خلاص ما فيش داعي للتفاصيل، بحيث الناس لا يشوشون بسبب هذا. نعم بارك الله فيك. طيب إذا ما باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام؟ قال مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة أنه قال: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان. قال مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة أنه قال: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان. تفضل. حدثني باب ما يفعل من رفع رأسه للإمام. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمرو عن ابن علقمة عن مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة أنه قال: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة أنه قال: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد الشيطان. تمام بارك الله فيك. هذا طبعا حقيقة أو مجازا، مجازا وقد يصح أن يكون حقيقة، الشيطان يعبث برأسه، كما في حديث: من لا يحملن أحدكم حديدة، لا يرفعن أحدكم حديدة على أخيه، أو من حمل على أخيه حديدة فليس منا. في روايات أخرى يعني: فإنه لا يدري لعل الشيطان يعبث بيده أو ما أشبه ذلك. فطبعا فعلا يعني خد بالك، مسألة مجاز أو يحتمل الحقيقة، لأن الرسول عليه السلام قال حقيقة، هذا حديث صحيح، قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العنق. نعم. قال يحيى: قال مالك: في من ساهى فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود، إن السنة في ذلك أن يرجع راكعا أو ساجدا ولا ينتظر الإمام، وذلك خطأ ممن فعله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. وقال أبو هريرة: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان. قال يحيى: قال مالك: في من ساهى فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود، إن السنة في ذلك أن يرجع ركعا أو سجدا ولا ينتظر الإمام، وذلك خطأ ممن فعله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليتم به، فلا تختلفوا عليه. وقال أبو هريرة: الذي يرفع رأسه قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان. قال مالك: في من سهى فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود، إن السنة في كأن يرجع راكعا أو ولا ينتظر الإمام، وذلك من لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فتختلف عليه. وقال أبو هريرة: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان.
قال مالك: في من سهى فرفع قبل في ركوع أو سجود، إن السنة في ذلك أن يرجع راكعا أو ساجدا ولا ينتظر الإمام، وذلك خطأ ممن فعله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. وقال أبو هريرة: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان. تمام، الله فيك. قال: باب هنا ما يف... باب ما يفعل من سلم في ركعتين ساهية. هل لديك سؤال؟ انظر مولانا روعة ما بوب به الإمام مالك، باب ما يفعله، يعني حتى في الفعل سبحان الله، باب ما قالش باب حكم من رفع رأسه قبل الإمام، شوف الذكاء نعم. يعني سبحان الله، يعني هذا باب يعني الفعل، باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام. وقد أتى وقد بدأ الباب بحديث من رفع، فإنما ناصيته بيد شيطان. ما شاء الله، نعم، بارك الله فيكم. لا بارك الله. طيب، قال: باب ما يفعل من سلم في ركعتين ساهية. قال مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين. فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخرين، ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. قال مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين. فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخرين، ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهية. حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين. فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين، ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع، فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. حدث عن مالك عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين. فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين، ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. تمام، بارك الله فيك. قال مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد أنه قال: سمعت أبا هريرة يقول: صلى رسول الله، مع شيخ محجوب ولا فصل؟ لا لا معك مولانا، يقول: صلى رسول الله أسمع. صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين، فقام ذو اليدين، فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: صدق ذو اليدين. فقالوا: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم ما بقي من الصلاة، ثم سجد السجدتين بعد التسليم وهو جالس. قال مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد أنه قال: سمعت أبا هريرة يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين، فقام ذو اليدين، فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: صدق ذو اليدين. فقالوا: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم ما بقي من الصلاة، ثم سجد السجدتين بعد التسليم وهو جالس. تفضل. وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد أنه قال: أبا هريرة يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين، ثم ذو اليدين، فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن.
قل فقال بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدد اليدين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين بعد التسليم. حدثني عن مالك هود بن الحصين عن أبي سليم أنا أبي سفيان مولى بن أبي أحمد أنه قال سمعت أبا هريرة يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقنت اليدين. فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس. قال مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن سليمان عن ابن سليمان بن ابي حاتم ابن ابي حثمة. نعم. قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من احدى صلاتي النهار الظهر او العصر فسلم من اثنتين. فقال له ذو الشمالين رجل من بني زهرة ابن كلاب اقصرت الصلاة يا رسول الله ام نسيت؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصرت الصلاة وما نسيت. فقال له ذو الشمالين قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال صدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم. قال مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار الظهر أو العصر فسلم من اثنتين. فقال له ذو الشمالين رجل من بني زهرة بن كلاب أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصرت الصلاة وما نسيت. فقال له ذو الشمالين قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار الظهر أو العصر فسلم من اثنتين. فقال له ذو الشمالين أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصرت الصلاة وما نسيت. فقال ذو الشمالين فقال ذو الشمالين قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار الظهر أو العصر فسلم من اثنتين. فقال له ذو الشمالين أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصرت الصلاة وما نسيت. فقال ذو الشمالين قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم. قال وأنا ما مالك عندي أنا ما من بني سهرة. فين بني زهر؟ فقال له ذو الشمالين من بني زهرة ما آه عنديش ربما هذه الإضافة. ربما في بعض النسخ. نعم. قال نعم مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن ابي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك. قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن ابي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك. تفضل. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن ابي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن ابي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك. قال يحيى قال مالك كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام. قال مالك لا لا لسه. قال يحيى قال مالك كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام. تفضل. قال مالك كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده بعد قبل السلام وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام. بارك الله فيكم. طبعا في تفصيل عند المالكية في هذا بيسمى بترقية الصلاة نعم على سجود السهو، وهو أرجح أنه سنة مؤكدة وليس واجبا سجود السهو. وسجود السهو يكون لجبر بعض الخلل في الصلاة. ممكن أنا أخطأت زدت ركعة،
ممكن نقصت ركعة فبنيت على الأقل على الشك، بنيت على الأقل ثم أتيت بهذه الركعة ثم أسجد. وعند جماهير الفقهاء عموما السجود يكون قبليا، هذا هو الأصل عندهم. يعني عند الإمام أبي حنيفة السجود، عند الإمام أبي حنيفة السجود يكون بعديا، هو الوحيد الكل بعد بعدي. عند الإمام الشافعي يكون قبليا، نعم وعند الإمام أحمد يكون قبليا إلا ما كان فيه نص. وعند الإمام مالك كما رأيت، تفصيل. إذا كان نقص يبقى قبل، وإذا كان زيادة يكون بعد، إلى آخر هذه التفاصيل إذا التي يعني يطول بذكرها المقام، لأن دخلنا في موعد المجلس الآخر. فإن شاء الله نعم نكمل الحديث الأخير، إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته. قال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أو أربعا، فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسا شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. قال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا، فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا، فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاث أم أربعا، فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامس شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعا فالسجدتان ترغيم للشيطان. بارك الله فيكم ونفع الله بكم، مبارك. وإن شاء الله الله نلتقي بالعافية. على الخير، يعني دقائق معدودة ونبدأ مجلس الشاطبية بإذن الله. بارك الله فيكم، حاضر، السلام عليكم ورحمة الله شكرا، تعالى مبارك، وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. والسلام.